صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوف الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. انا محمد قاسم، بقالي كتير جدا حقيقي ما عملتش فيديوهات، فقلت اعمل فيديو صغير سريع كده بحيث افكركم انا كنت بعمل ايه، لان اعتقد ان معظم الناس نسيت انا كنت بقدم ايه، او اعتقد الناس كلها نسيت ايه اللي انا كنت بقدمه، لان بقالي كتير جدا حقيقي ما نزلتش فيديوهات. فاعمل فيديو صغير كده ويا رب الفيديو يعجبكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تقول لي رأيك في الفيديو، هل حلو مش قد كده، اعمل فيديوهات تاني جديدة ولا لا، وشكرا لكم.